أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم يوم السبت الموافق يوم 7 ديسمبر 2024. في أحداث مسارعة جدا نشوفها، اللي هو إنه قوات الكلام ده نحن بالنسبة لنا في شنو؟ امبارح السنتور فين هانين قدم تقرير لمجلس الشيوخ، وده المجلس اللي بيقرر القرار النهائي. طبعا سارة جاكوب هناك في الهاوس اوف ريبريزنتيف اللي هو شنو هو مجلس النواب، قدموا مشروع انه هو في جنيف تعهدوا لتوم بريليو انه ما يخشوا الفاشر وخشوها، ومجلس الامن طلع قرارات انه ما يخشوا الفاشر وما نفذوها. واي زول عارف انهم قادرين على انه يمنع الكلام ده في الفاشر، وانه القانون بتاع حظر السلاح موجود وما في زول بيطبقه. فانت هل هو ده الرماد على العيون ولا الحاصل شنو يعني؟ في نفس الوقت بتجيب هنا بتلقى بلينكن زار السعوديه وحينشر قوات في السعوديه، سمعت الكلام ده؟ حينشر قوات امريكيه في السعوديه ليه؟ الناس ده طبعا خلاص الدعم السريع ده غرضه وانتهى، ما حيجيب شيء، يعني كانوا معولين عليه وما جاب شيء وحينفضوا ايدهم منه وكده. طيب في حدود الجنوبيه للسعوديه في قوات للدعم السريع وفي قوات للجيش السوداني، وده ما تقليل من قدر الجيش السعودي وكده، لكن هم عارفين انه المناطق اللي ساديها الدعم السريع وساديها القوة السودانية لو انسحبت منها او تم تفكيك الدعم السريع، الحوثيين قد يجوا ثغر يخشوا السعودية، وقد يجتاحوا السعودية بنفس السرعة بتاع التحرير الشاملي، عندهم ثارات كثيرة وواقفة معاهم نيران. والجيش السوداني بدأ معارك بتاع التحرير داير بوتسون لاند، وغادي يقول داير قواته قاعدة هناك تجيش أساري في التحرير وكذا. فالحكاية دي طمن السعودية إنها ما الحصل في الحصل كيف؟ بأنه حينشر قوات في السعودية، ده بلينكين قال كده، حينشر قوات أرضية بوتس تروبس مارينز. وفي نفس الوقت الكلام ده بمكنهم من الاستيلاء على باب المندب بصورة قوية، لأنه الحوثي ده وقف الشغل كله في باب المندب. فانت عشان تدمر دمرت بهناك حزب الله ودمرت وقفت سيطرة بجنود على الارض على باب المندب، فده بالنسبة لهم استراتيجي، وفي نفس الوقت بيبعد تماما الروس من المنطقة دي. والروس هسه بسقوط الحكومة السورية لو حصغطت وهي ماشية على السقوط، يبقى روسيا ما حيكون عندها اي وجود في سوريا. الجبهة تحرير الشام بالنسبة لها الروس عدو والمعارضة، وشايفته الاستقبالات اللي الشعب بيستقبلها، بالتالي روسيا حتغادر حميميم وطرطوس رغم انه في اتفاقية وكده، او حيكون ما عندها وجود، وبالتالي اخرجوها من المياه الدافية وحربهم معها تنحصر في يحضروا للحرب العالمية الجاية وكده. الشاهد في الامر انه نحن مفروض نحسن موضوعنا. العالم نفض يده من الدعم السريع، حتى لو دارين استمروا في دعمه ما حيكون في طريقة دعم حقيقي. المسألة ما سلاح أصبح، ما في عتاد، ما في رجال كفاية عشان يغيروا أرض الواقع في السودان. وجيش الآن محكم سيطرته في الجزيرة وفي الخرطوم وفي كله في شمال كردفان وحتى في دارفور، ومتقدم شديد جدا. القوات دي أصبحت في ضيق شديد، ما في مدد بقوات، ما في مدد تعويض الخسائر، ما في تعويض للعربات القتاليه اللي بتفقد، ما في ذخاير، ما في وقود، وكل يوم حيخسروا حيبادوا. والحاصل انه هسه زي ما انتم شايفين بيخرجوا من خلال البحر الابيض، النيل الابيض باعداد كبيره، كل يوم بيصلحوا السقاله وبيقطعوا عرباتهم وبيقطعوا ناسهم وهاربين باعداد كبيره جدا. الليله في تقارير انه اعداد كبيره قطعت مشت عشان يحاولوا يحصلوا حواضنه. فالموضوع في السودان ماشي لنهاياته، فدارين يبيضوا ما وجههم، لكن العالم مقبل على تغييرات كبيره جدا جدا. وهم السعوديه مضطره تعلن انها حتتخلى تماما عن الدعم السريع، وكذلك الامارات حتضطر تعلن انها رسميا انها متخليه عن الدعم السريع، ما في طريقه الحرب. الدنيا دي ماشيه على شكل اكبر من كده كبير، الحاجه الحاصله في المنطقه، لانه بخصوصا اذا العدو ده قدر دخل دمشق، هسه هو على ابواب دمشق، يعني اذا الجبهه المقاومه السوريه دي دخلت دمشق حقيقه وسقطت الحكومة السورية، مع دعده مختلف تماما ايديولوجيا زيه زي الناس حماس والجماعة دي، فحيضطر يدخل اسرائيل في الحرب بصورة مواجهة يعني حقيقية، والشغلة ماشية على حرب عالمية. وبهناك الروس دوروا امريكا اسمها كوريا الجنوبية على كوريا، ومظاهرات وبرنامج، فارتقوا لهم موضوع كوريا الجنوبية، زي ما انت بتدور لي بهنا انا بدور لك بهناك. فالعالم ماشي على حرب كبيرة، نحن مفروض نكون جبهة واحدة، الناس يمشوا في
الحمد لله ربنا واحد صف الناس وقفوا خلف الجيش ومتحركين، والجيش ماشي بخطة سريعة، ونحن إن شاء الله بسرعة يعني توازي لسرعة تحرك السودان وفي كردفان. ومسألة وقت ما عاد للعدو مروة ولا قبل بالشعب السوداني الذي وقف واصطف خلف جيشه بصورة قوية جدا جدا وتجند، والمعسكرات مليانة وماشية، والحمد لله المدد موجود من المولى عز وجل قبل أي شيء. فده يعني نقاش سريع كده، نقاط للنقاش الناس يتناقشوا فيها. مقبل الأيام قبل نهاية شهر ديسمبر ده العالم ده حيتغير تغيير كبير جدا جدا، فنحن لازم نحسم أمورنا.